اعتقد برضو كريم وليد يستحق مننا حلقات وحلقات للكلام عن اخلاقه واحترامه وادبه وحب جمهور النادي الاهلي لهذا النجم الكبير. طبعا وليد سليمان في وجهة نظري يعني اخر عنقود في الجيل الذهبي للنادي الاهلي. وليد سليمان كمان شخصيته هي شخصيه النادي الاهلي، يعني وليد سليمان بنتكلم على لاعب كل تصرفاته على طول احنا بنقول لو اللاعب الاهلاوي هيعمل كده، وفعلا وليد سليمان حتى يعني دايما كان اسمه مرتبط بالنادي الاهلي يا كابتن اسلام منذ كان لاعب في بتروجيت حتى من قبل ما يكون في انبي. يعني حتى وليد سليمان وهو في بتروجيت كان دايما يتفرج عليه ايام بتروجيت. وليد سليمان ساعتها كان في يعني في واحده من احلى من احلى لحظات حياته، يعني فترته مع بتروجيت كانت جميله جدا، واللي اتفرج عليها ساعتها كان لعيب عالي قوي قوي، كان دايما اسمه مرتبط بالنادي الاهلي جاي من بتروجيت انبي طبعا عشان هو من نفس المؤسسه، فقدروا ان هم ياخدوا وليد سليمان قبل ما يروح للاهلي، ولكن الحلم تحقق بعد كده بعد ما راح وليد سليمان راح انبي وفعلا راح من انبي للنادي الاهلي. وليد سليمان احلى، انا عايز اتكلم عن موقفين. موقف بتاع 2012 الناس تفتكر موسم 2012 ده النادي الاهلي كان عنده الفاينل مع الترجي، وفعلا كان وليد سليمان ساعتها محتاج تدخل طبي، يعني ساعتها كان عنده مشاكل وداس على نفسه قوي. يعني طبيعه اي انسان لما بيروح لدكتور والدكتور بيقول نصيحه طبيه انا اكيد اكيد صعب قوي ان انا اتجادل معاه، ان انا ما افهمش الدكتور، هو المفروض نصيحته هي اللي تم تنفيذها. لكن وليد تحامى على نفسه كتير بسبب صعود النادي الاهلي الفاينل دوري ابطال افريقيا 2012، وقدر الحمد لله ان ربنا وفقه وجاب الهدف الهام في ماتش العوده في رادس والنادي الاهلي كسب. واعتقد بعديها وليد غاب شويه انه كان ساعتها خلاص بقى عامل عمليه، واعتقد كمان غاب عن المونديال افتكر يعني بسبب يعني التحامل اللي هو تحامله على نفسه. الموقف التاني موقف مارتن يول. موقف مارتن يول انا فاكر ساعتها ان وليد سليمان يعني يعتبر من عمدت الفريق. صح. بيجي مدير فني جديد يقول له انت مش رقم واحد او رقم اتنين او رقم تلاتة، لا انت رقم اربعة. هنا بقى شخصية اللاعب الاهلاوي المحترف. المحترف المنضبط. اللي انا النهاردة هبدأ اشتغل على نفسي عشان اقول للمدير الفني صح ان انا محترم وجهة نظرك ايا كانت هي، وانا هشتغل على نفسي وهقدر اقنعك بامكانياتي. ونشوف كمان ان الفترة دي النادي الاهلي كان بيمر بيها بمشاكل فنيه مع مديرين فنيين، يعني باسيرو عدى علينا في الفتره دي ومارتن يول، وكان في بعض المشاكل الفنيه. وليد كان هو اللاعب اللي شايل على كتفه الليدرشيب او قياده الفريق. دايما عارف يا كابتن اسلام الانديه الكبيره لازم يكون عندها اكثر من قائد، ما ينفعش طبعا فريق واحد يبقى عنده قائد واحد. وبالتالي بشوف وليد سليمان يعني بعد هذا الكم من الاجتهاد والتعب في الملاعب بدون مشاكل كمان بقى، يعني احنا دلوقتي مثلا في الزمن في اخر 3 4 سنين احنا مرينا، يعني الكره المصريه بصراحه كلها مرت بتغيرات كده شويه، والبيزنس دخل فيها زياده على اللزوم، فبدا يبقى فيه يعني مغريات كتيره للعيبه، وبالتالي ممكن ساعات توقعك في بعض المشاكل. مظبوط. اسم وليد سليمان لم يرتبط باي مشكله، واي اهلاوي ما اعتقدش ان هو ممكن يفتكر لوليد سليمان اي مشكله او اي ازمه. اكيد انا بقولها ممكن ثابت شايف الحته بتاعت الفلوس على اللعيبه، لا انا بقول للعيبه ده احنا في عصر احتراف، كل لاعب اكيد من حقه يطلب اللي هو عايزه، كل لاعب بيشوف مصلحته هو سواء كان هو او وكيله او مدير اعماله. لكن بكل تاكيد وليد سليمان قماشه مختلفه، اسلوب مختلف. ووليد قال كلمه مهمه بصراحه لازم تفهمها كويس، ان فعلا لاعب الكوره في الزمن ده اذا قدر يعمل اسم سهل جدا فانك تعمل فلوس بكل امان، صعب انك تعمل تاريخ. ليه؟ لان بكل امان احنا في زمن الناس لحد ما او اللعيبه ما بتحبش تجتهد او تشتغل كتير، الناس كلها عايزه المكسب السريع او عايزه المكسب السهل. ده مش في الكوره، الكوره ربنا سبحانه وتعالى خلقها للاجتهاد وال يعني وانك تطفح الكوته، يعني زي ما بنقول كده باللغه الدارجه يعني. فبكل امانه بكل امانه في الزمن ده اللي عايز يلعب كوره، اللي عايز يلعب اي رياضه لازم يفهم ان ما يبقاش التارجت فلوس. لو التارجت فلوس ممكن توصل شويه ونرجع نلف اللفه، هتندم. لا هتقول اصل انا حياتي خلصت يعني اهم حاجه. لا 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 لا, لا. معلش لا كابتن اسلام انا هقولها بصراحه معلش، لا لا في ناس حققت فلوس
طبعا وما ارتضوش وما ارتضوش. لا بكل امانه الشهره، الشهره وحب الناس ليك والله بكل امانه اهم شيء لا يقدر بثمن.